بعد مدينة مو حاضرة إقليم كانم ومدينة أنجوري الواقعة في إقليم البحيرة وحملاتها المكثفة من أجل علاج مرضى العيون، دأبت مؤسسة القلب الكبيرة التابعة لسيدة البلاد هند ديبي إتنو مرة أخرى في علاج الأطفال حديثي الولادة والذين يعانون من التشوهات الخلقية وغيرها. وقد جاءت هذه البادرة الإنسانية الكريمة من مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع أطباء سنغاليين وصلوا إلى البلاد يوم الاثنين الماضي، وقد بشروا في إجراء العمليات الجراحية لعدد من الأطفال بمستشفى الأم والطفل هنا بالعاصمة أنجمينا، أطفال يعانون من تشوهات خلقية في الرأس والمثانة البولية والعظام وأمراض الحنجرة والجهاز التنفسي والأجهزة السمعية والبصرية والعديد من الأمراض الفتاكة. ويقول البروفيسور السنغالي مامار كوديبا أن جهود سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في الخدمات الإنسانية جعلتنا وللمرة الثالثة نأتي إلى جمهورية تشاد، ويضيف قائلا نحن جاهزين للعمل في أي وقت تقوم فيه مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بالنداء، وأتمنى من الدول الأفريقية الأخرى تحظو حظو هند ديبي إتنو لأن هذه البادرة تسهم أيضا في دعم تبادل الخبرات ومن ثم تؤكد التكامل والتلاحم بين الأشقاء في القارة الأفريقية وخاصة في مجالات الطب. القافلة الطبية هذه بدأت يوم الاثنين الماضي وحتى الآن تمت جراحة أكثر من 21 طفلا يعانون من أمراض تشوهات خلقية مختلفة. أولياء أمور الأطفال المرضى وأمهاتهم قدمنا جزيل الشكر والعرفان لسيدة تشاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير على هذه البوادر الإنسانية النبيلة. شكر الخاص ده نوجه للرئيسة هنا القلب الكبير، نشكرها كثير من الأساسة ده، من أساساتها ده عالج الناس كثير، عالج الناس كثير يا الأميانين، الله يعاجرها ونقول لها الله يوفق لها والله يوديها قدام. هذه السيدة طفلتها تعاني من مرض عضال وهو تشوه خلقي في الأذن والأنف والحنجرة، وجاءت من إحدى القرى في إقليم بحيرة تشاد. وتقول أشكر الله على هذه النعمة وأخص بالشكر سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، وطفلتي كانت تعاني من هذا المرض منذ سنة ونصف أي منذ ولادتها، واليوم بفضل الله وبفضل مؤسسة القلب الكبير تجاوزنا هذه محنة. المدير العام لمستشفى الأم والطفل طلب من أمهات وآباء الأطفال بأن يأتوا إلى المستشفى نتعاون مع الأطباء من أجل معالجة أبنائهم، وأضاف بأن القافلة تضم أيضا أطباء من تشاد وآخرين من السنغال. عندنا بروفيسور اثنين جو من السنغال، واحد من نيروشيروجي معناتها جراحة حنا الدماغ وكل شيء، وواحد شيروجي بيدياتريك معناته جراح حنا الأطفال، جو يساعدونا في 9 يوم ده يشولوا يال المنقدروا يسووا لهم عملية مفروتيني إلا يحتاجوا عملية برا، دون جو يساعدونا هنا عشان عمليات ده يسووا لنا هنا. اليوم هنا 4 يوم، في 3 يوم ده من يوم الاثنين لأمس 24 ده سووا 21 عملية من كل ما الفورماسيون. مؤسسة القلب الكبير ده عندها نية تقدر تساعد الناس ما عندهم قدرة يودوا يالهم برا الظل في الخارج ده، لأن صغير واحد كم تودي خارج يمشي هو مع أمه وما نادم آخر، قبل أنت ماشي خارج تسكن وين تاكل شنو، قبل خليه اسمه شنو العلاج، يكلف كثير. ومن أجل مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الضعيفة فقد طلب الدكتور عبد السلام المدير العام للمستشفى الأم والطفل من جميع الأسر المبادرة بالمجيء والكشف وإجراء العمليات لأبنائهم الذين يعانون من أمراض وتشوهات خلقية، هذا وتستمر القافلة عدد من الأيام حتى تعالج كل المصابين من الأطفال بأمراض خلقية.